يا طاهر انت من طوال اليماني تقريبا كذا نسيت ايه والجدي نجم معسها الى اليماني وانت السعودي ما تعود يماني الله على بابك شفت اليماني ثلاثة ثلاث كلمات نفس الكلمه بس طلع في المعنى. سمعنا ابو ذيات واحده ثانيه. اي والله اذا عندك ابو ذيات حلو. في واحده تقول ذبل ارسل قلب لاجلك وخاوه. قلها طيب. وطمع ما اريد من عندك وخاوه جالس اتذكرها، طمع ما اريد من عندك وخاوه. لحنها واحد يا ابو ذيات. إيه. ما والله؟ هو يا وخاوه 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 ذبل ارسل قلب لاجلك. والله وخاوه طمع ما اريد من عندك وخاوه الفخر مو للي عاشر وخاوه الفخر للي الفخر للي يذكر طيب الحبايه هذا ابو ذيات والثاني كنت سمعكم اياها اريد ابشي وادب الدمع بسطول زين نفس الشيء سمعنا حق بسطول نفس الشقر كلمة سمعنا حقت خلنا محسن يسمع اسمع بسطول كيف يشكرها اريد ابكي واذب الدمع بسطول بسطول جرحي بحر ما ينعبر بسطول والله وكثير من الناس يا اخوي بسطول وقت الجد افعاله بلية شفت هذا اللي اقصده طيب نفسه لا يعني نفسه والله كثير الناس بس طول بس طول وفعاله فقلت مش يقول بليه هذه بالقفله تقصد يا رجال يكمل على فكره القفله القفله بالعراقيه هي بالسوري لا اب تختلف العراق والكويت هي القفله حقتها في البلمة تعال تعال رست رست هنا شيء عجيب يا حمام الدوح شيء عجيب وش الربع يا ما تلهبون العراقيين نفسهم العراقيين لهم صوت لحال عندهم بحر لا سبحان الله ما قد شفت عراقي ما في مغني عايش. عراقي صوته فاش لا في يعني صوت عادي منشد عراقي قصدك لكن كل اصواتهم لازم فيها نفس البحر حقتهم ما قد شفت عراقي يغني عادي في في بحر كلهم عندهم بحر لا حزن كله دائما حزنهم مثل كمان يا حمام بعدين اقول هو ضحكه لا تجيبي طيب تبوني اجيب لكم قصه بس تعيشونها على حسب تعيشونها كل واحد يحلل الموقف اللي كان موجود في القصه روح الثلاثه اللي اغلق عليهم الغار بسبب الصخره سمعناها 20 مره دي بعلم بس ابي سابق اجيبها لك بطريقه إيه مختلفه فهمت ايش بيقول يوم اغلقت عليهم الصخره كل تقرب باعمال خفيه بينه وبين الله عز وجل. حلو. يعني انت ما شغلت اللي سالفت يا فيصل؟ ها؟ يلا ما علي. الاول تقرب لله بره لوالده. كفو. الثاني تقرب لله بانه وافي مع الاجير. يعني الاجير على طول يعطيه حساب. الاجير حقه. الثالث ما هالاجير. الا بوفائه مع الاجير. الثالث انه كان عنده بنت عم عنده بنت عم وهي لها الزنا ولكن ما زنا فيها الوجه الله فوزيحة الصخرة عنهم طيب لو كان واحد منكم شخص رابع محم وش بيتقرب يلا يا صدق من عمل خفي بينك يلا عطنا أعمالك عطنا أعمالك لا بس راجع نفسك وش الشيء اللي دايما وش الشيء اللي دايما تسويه ما نفسي بقول والله صوتات صحيح الواحد يحط نفسه في الموقف ذا لو انزلك عطني وش كان بتقول والله اشياء واجد يا رجال ترجع لي الاشياء واجد لا في شيء انت تقول ان شاء الله انه بيفتكني ما نزلك شيء على الله كنت يا ربي سافرت تجنبت الامور هذه كلها وهي قدامي لوجه الله بس لا اله الا الله اقسم بالله انا اعلمك ايش بيقول فيصل بيقول فيصل انها حاصرتني مع ناس حاصرتني لكن تجنبتها وجهي اعلمك ايش بيقول يا ربي انا جايب لي ناقه الاخ وياي والله العظيم اني احلبها لهم واتبقى انا وياهم كل عشي هذا اللي بتقولها انا داري هاي السلطان هاي ينبقط ما يطلعون مع الباب يحذفوني لحظه فيصل خلاص هاي السلطان
ما تزيد المواجع بالله يا فيصل فيصل دفع هناك والله مزكمين وحالتنا حالة حبيبي يا سبحان عارف صح صحيح صح. وقتها ممكن اذكر كذا الامر والله علمني اللي بتذكر علمني مو واجد لا علمني نبي واحد نبي واحد هذا الوقت ما اقدر اقول تجي في وقتها ان شاء الله منها اني بارن بوالدي الحمد لله هذه طيب شيء هذه يا بنت طاعي على خالد طيب يلا يا جابر هو امي واديه وعلي بالحر اللي برها غصب ها خلينا نذكر بس ابو محمد ادرك عادك بتذكر فيا علي لين يتذكر جابر علي الظالم ما معه قبل بربه الله يحفظه يا سيدي كل يجرك الله يحفظه من الشيخ حتى الماضي يسد عرفها والله زد رصيدك ابو محمد ابو محمد وانت يا غازي ايش عندك بتقابل بربك والله تبي الصيف عبد الله خلاص والله هذيك الايام والله مقصر اه ايش تكلموا عنه عن ايش انا ما في اسمع انت ايش كلام تكلم عن الثلاثه اللي انا فيصل الثلاثه اللي في الغار دخلوا دخلت عليهم الصخره الحين ايش البرنامج كل واحد تقرب له شيء عند الله أيوة. اقول لو في واحد منا رابع معهم وش بتقرب لله بشيء خفي عنده والله اني ما على ما تحب وترضى اليوم زينه والحياه جاي وعارف سلك الهاتف ها الهاتف حق البيت عد كنت انا حاسب من المدرسه مو على اساس اني رايح المدرسه وما اروح حلو ايوه عبد الله هذا شيء تقرب عند لا هذا في المدرسة وما ادري اروح ولا ما اروح المدرسة لا لا موضوع ثاني فكنت عارف سلك الهاتف تبع البيت من تحت طيب وقف هنا ترى موضوعنا ما خلص الله يعطيك الجنة خلاص يقول لك تعال لا خلص موضوعنا تفضل عطنا يا محسن والله ما حتى يا اخوي وش فيكم؟ ريالتي انا اجلس في مزرعه كذا يا ريالتي انا اجلس في بيتنا كذا مبسوط مستانس مشكلتك مو مشكلتنا اطر هيا محسن انا والله عندي عمام الداح وعندي طال عمرك خبايا بيني وبين الله سبحانه وتعالى اتمنى واسال الله سبحانه وتعالى ان ايش؟ تقبلها ان اتقبلها قبولا حسنا والخبايا ما يصير ان نقولها بين بعض لكني لا من جاء الموقف ان شاء الله اني بعرفها تحاكي من جت ساعتها تحاكيت علمت انا بالعلوم اللي تطلز وجهي ما حميت ما مشيت على الشيكة ما في حتى لو ترفع صوتك يا ابو حور ما حولك شيء اذكر ربكم يا رجل اذكر ربكم المهم فيصل اقول خلصت انت الحين تفضل انت يعني اي خذ راحتك فكنت انحاش من المدرسه وطيح في سلك الكهرباء تكفى فكره من لا تجيب مثل سالفه الناقه حامل حق البيت ها؟ وعارف سلك البيت الهاتف واقطع ليه؟ لان المدرسه تتصل حلو فانا مجري من يوم صغير عشان المدرسه ما تتصل على البيت يا رجل مجري من يوم صغير الى يوم من الايام يعني تكررت كثير لا تكررت مره واقطع وارجع لما اجي من المدرسه الوالده تقول يا علي يا اخي ايش سالفه السلك يخرب اي سلك الهاتف يفصل كل يوم ليش؟ ايش فيه؟ يطلع من المدرسه عشان ما يدق المدير على البيت يقول علي وينك؟ وافصل قصه واقولها للوالده اقولها والله السلك خربان لازم نغيره من هذا الكلام المهم يعني انت طبعا الوالد مسافر مو موجود ها يعني من يوم كنت مهجول من يوم لا 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 هي عباره هي فتره بسيطة. فتره المراهقه يعني فتره المراهقه ويجي هذاك اليوم اللي السلك مفصول والوالده تنزل وتشوف انه السلك مفصول تركب حلو تروح والله ما في ساعه ساعتين ولا الاقي الوالده طب عليه والله جايه هي واخوي كان في محل تعرفه اتردد عليه دائما محل بلياردو وفرفيره كمبيوترات شوف حتى اذا هربوا كيف وين يروحون شوف احنا كان تسس ورا الجدران كان انا والله تخيل جالس على الكرسي واشوف الباب كذا كذا جيب اقسم بالله العظيم اخوي وامي شو تقول على الكرسي صدقت بزبط يا بقول لك مهجول هذاك اليوم لا هجول كيف الله اعلم اعطت كف وتقول لا جات عند خويي معي خويي قبل بيوم شايفته قايل له والله احنا نداوم الحمد لله يا ويلي يا ويلي مهجولين هو وياه لا يتسداهم قبل يهجول وتجي عند خويي وتعطيه ذاك الكف
اقسم بالله قدام كل اللي في المحل وجهت والله العظيم تمسكني كذا لا لا تسدني عليها اجل والله ما حد يخويك هنا بزيد رصيدك امشي يا كلب لا مو يا كلب يعني قالت لي امشي هذه هذه ريال سحبتني والله على المدرسه دوام انت ما اعطتك كف اعطت خويك ما اعطتني كف بيجي اعظم من الكف بعدين والله انا جري صفقت الرداد تسدد لانه رفيق سوق لانه يستاهل اللي خربوا له هو اللي مخرب ايه المحل اللي فيه كلهم كان نفس المدرسه من حاشين وقدامهم كلهم سطرت هذاك الكف هذاك يوم ابغى اضحك ولا ابكي ما ادري انا احب انك مادي انبسط عليها على المدرسه يا حيوان ما اروح على المدرسه والله كملت والله من نفسي جتني محاضرات هذاك اليوم للمدرسين وكذا المهم رجعت البيت كانت نقطة الضعف ايش؟ الجوال. ايه يا اخي انت نقطة ضعف الجوال في كل المحلات. ارجع اثر مدمن جوال في كل جوال طبيعي الجوال طبيعي الزبدة كان كل ما يصير شيء تاخذ الجوال يا الله دقيقة انت معك جوال يوم عمرك كم 10 سنين؟ لا يا اخي كنت يا ولد يقول لك يفرك يروح البلياردو في الرياض اول ثانوي يعني ولد نعمه وين وقفت على جوال احنا كنا لا فركنا ناخذ قشطه ونبسط ترى قسم بالله خبز وتميس خبز تميس وشاي بس ونحط على القشطه البيض السكر عشان يطلع طعمها وشاف ما يرين فيها خصم صح ما قلت لا بيجيني لا قشطه بيضة ما فيها هذا هذا اسمه قشطه ايوه معك جوال والله كان تاخذ الجوال حاول انك تدس مايكك لان كل ما نظرك في خصم والله اي والله انت جالس ترى ما حد ما شفت كذا من اللي يقول جوالات ما حد قال لي سماعه هلا ليش تمسك انت بيدينك؟ ما حد قال لي ترى صدق والله اني صادق لا حد ولا سكين طيب انت معك جوال اضرب اضرب كنت اولى ثانوي ايش فيك انت؟ شايفني ابتدائي اولى ثانوي اولى ثانوي امك تصفق الرجال كف؟ نعم والله امي تصفقني لو انا وابو عيال اقسم بالله قدامي امي تصفقني ما في مشكله تصفق خوي تصفق خوي وتبطه وتبطه الارض من تحت لا لا اذكر مره كنت اول متوسط كان معي جوال وخوي مسوي فاهم انا ذاك اليوم قلت جوال الوالد علي مو جوال خويك بعدين مسوي انه جوال خويك كيف يقابلك بعدين حتى الاسماء الوالد كانت مسجله اخي فلان بسميه انا خالي واخذ الجوال ومسوي لي ليش وين ما اروح شو يكون على الجوال شو يكون اسماء شو شو كيف يسرق يعني عشان اخوي هذا شيء يسرق جوالات يغير الاسماء عشان يكون جوال المهم بيوم من الايام خويي مسوي فاهم اعطيت الجوال للوالده ونمنا ولا الساعه 2 مسوي فاهم سوي لي رنه والجوال فوق راس الوالد ويرن الجوال تخيل الساعه 2 الناس نايمين بالله خويي مفكر ان الجوال معي ما يدري ويرن ابوي هنا يقوم عصب انا ما صحيت ولا ادري كنت في غرفتي طيب ثاني يوم الصباح صحيت انت علي حاول تقوم الوالد بيسافر بعدين تكمل فاصل اعلاني اسمع الوالد بيسافر واصحى الصباح الوالد سافر ما شفته سافر بدون ما اشوفه وتقول لي الوالده ويلك ابوك قال ما تشيل الجوال خويك الحيوان اتصل الساعه 3 في الليل انت اخوياك الله تعال طيب خويك اللي امك عطتك كف هذا واحد ثاني كيف اللي وجهي قبلك بكره في المدرسه خلاص صار امام مسجد اجيك واكمل لك الحين صار امام مسجد انا اللي بحلف كف قدام الربع كله فيصل شوف انت معك فرط حرك اجلس خلنا والله احس اني دخت من كثر ما تمشي رايح ما اعرف اقعد والله ان شاء الله عليه رايح جاي رايح جاي دحرني بس والله قهر ودي فسكون لا والله انا جرحني مين يا صف فتح ليش جرت ليش تعال مزح كله لعبه لا قبل ما اطرحها لا اله الا الله والله انا بحب اطرح انا تعال طرحني يا انت كان يوم طرحك المره الاولى سوي زي ربعين عندنا يقول قدر يركب على ثلاث بمعنى يعني مرتين باقي ايه قلت ثاني قال لا خلاص تعبت انا يوم فتح الجرح خلاص حامد سبتي يا رب كمل جابر اللهم صل على محمد تقول نمت عندهم ست دقائق كمل ايه كمل يوم نمت ست دقائق بيضربك الحين هذا كرك يا فيصل بلا ما في كرك انا عايبني سلطان من الظهر جالس انا تحيد اسولف كل شيء بس الحين سكتت شيء ايش فيك انت اليوم ما انت مروق حسب اليوم كامل لا اعرفك انا خوي واعرفه اقول لك مروق هو ضايق صدره يفكر بشيء والله انك فيلسوف عندي واحد من ربع فيلسوف جاب الرقم صعب في البرنامج نفسك انت ايش جاب الرقم صعب في البرنامج
اخر صفحه يعني انسان متجدد ما له شغل بالرابط. انا اتكلم عن خوي جالس معه المال شغل بالرابط يعني لا تاع السالفه تاء لا 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 تدخل بالرابط السالفه. انا ردي على اخوي اقول لك تاء. وش تاء؟ تاء تمام يعني تمام. طيب طيب خلاص يعني طيب تاء تمام. باء باء بكره بكره خير باب خير. خف علينا اختصارات وتلاوات. يلا اختصارات بدل ما الناس يقولون انتم تطفون المايكات ومدري ايش وما لكم داعي. خلوها اختصارات. طيب عطنا عطنا كلمه بحرف. يلا خلنا بسالم مع سلطان. و وعليكم السلام. و انت ذكرتني يوم الشاتات الله يهديك. وين؟ قل من؟ ما ابو ايش ابو؟ ما ثلاث حروف ابو حرمة. مسجد. ما ابو يعني ابو حصه فين ابو حصه؟ زين ما بخير لا يا حرام ابدا ما ايش سويت انا؟ ما هو تكلم ما. انت عندك فرط حركه؟ ايه ما يا مسجد غا صعبت علي شو بنقول؟ بنقول غا سا غا ست طيب جا ها دا دا والله ضرب على عصانه دا. وش جابر ها دا يقول دا يعني دمام لا ها دا انت تعرف دمع لا انت الحين هي فيك دا 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 دشداشه دا 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 يعني دا خاتم هو فيه رحمة الله وبركاته ردوا لي سلام. وش ده؟ شو سالفة؟ تعالي تعالي ردوا لي سلام. ده سلام ورحمة الله. يعني انت ايش تعديل؟ دبي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا خصم زي اللهب. يا محسن. نعم. احنا لقينا حل بدل ما نطفي المايكات والعالم تطالبنا وليش يطفون المايكات؟ اختصار. طابوق. انتهى. لا سمحت ابو مخمس طيب المايك لا يعني الطيب ايوه طا طا طيب يعني ثلاجة رد عليك ثلاجة قلباء ثلاجة 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 لا 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 اسالني مكيف 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 دي 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 مكيف الجواب خلاص مكيف وين محسن وخر عشان الكاميرا طا ال ال الحمد لله بخير الحمد لله بخير ما 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 يا من ثلاثان من يذن باء بدر حصة بنقالية بعد شوي بنقالية يا اخي انت سؤالك ما حقاش والله ان احنا بنقالية سؤالك غريب الحين وش معناته لو قلت من اللي بعده كا حاء لا ما فهمت كا كلم تكلم كم يوم. باقي وقت لا كم كم اقول لا كم لبثتوا في هذا الكف يوتيوب كم وصلت كم وصلت الشيله صعب يبيني يطلع السؤال من حرف كم وصلت الشيله كم وصلت الشيله الحين ما تقول كم وصلت الشيله عشان ما تصير الناس يقول ما في اي حاجه كم وصلت الشيله ك مثل كا يعني ألف كي لا يعني كثير كثير الحمد لله طيب طيب كا كم كم 170 ايش يعني باء انت تقول كيف حالك وانا اقول لا 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 كا في حاجه كا بدايه كا كيك ها لا كيف كمل سالفتك عشان اسلك لك صدق والله صدق والله اني صادق والله اني صادق والله اني صادق عيال ايش فيه ايش فيه يا ولد انا صادق والله اني صادق معكم ايش وضعك انا صادق والله معكم ايش وضعك لا 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 ايش وضعك امسك امسك ثبته ثبته يلا يلا اقعد انت حق صالح يلا اقول لك بس الماضي اللي تقسم بالله تسحب علي راشدنا الله يهديك يا ابي انت كل الاخبار حياتك حاضر نكبات ومستقبلك نكبات سؤال ثاني هو هذا سؤال ثاني ايش تسوي طيب ايش تسوي انت تعيش مع الوضع الان المخبز 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 اوفر الان المخبز الان اوفر اليوم اليوم الجمعه اليوم فبراير فبراير ق
قرابة المعادي اللي يجينا في فقرات ها اليوم في فقرات اسمع قل له قل له ها 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 انا عندي حل هب يعني هب ايش هب تعرف لا 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 هب محسن انت تكلم انجليزي يلا يا اكسكيوز مي لا لا انا واتساب مان تويتر مان تويتر تويتر مان هب حصى جاب العيد جاب العيد يا بالغايبه يا بالغايبه يا يا انت شيء انا شجلت انا ما قلت شيء يا هي 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 هذا واتساب مان هذا تويتر مان انت وش سناب شات مان شوف البرنامج كذا مش حالك مش حالك تليجرام مان اقسم بالله انك تافه ما ادري اللي بنكمل عند مين عندي روح طيب والله مو عندي يا جماعه صار الوقت ترى كم روح روح علي روح علي ما غلط في اليوم لعبوا سلقان طرير رأي فينا انت مروس قوم من تحت مية انت لا وصيك الشيلات اللي جاء ولا ذلك قال ابو حار شوف هاشف كيف يدن شوف كيف محسن اوك محسن يجيب العيد الله يرضى نعم عندي اسألك بالله انا عندي والله ما ادن خلاص علي راح ويا المغني جري صوتك يا المغني لا تلف الكاميرا هذا اخويكم الاعداد الله ولا بعض يدور صوت يتكلم بالكبر عليه محمد ابو الجان ما لا يقدر ها 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 هباء منثورة لا 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 حلم مبينة لا لا هبرد هبرد هب شحم هب شحم والله والله عطاها بشحم وحمد ربه بعد ما جاء عبد الله عبد الله جاي خلاص عبد الله الظروف شايك خلاص لا الظروف احكام والانسان ما يحكم مساره واكتشفت ان اكثر اصحابي خساره خساره لا تكرم باتصال ولا تكرم بالزياره زياره تعالي الحمد لله ما يعرف يقلس تعالي ما يعرف يقلس كيف طلع راسه ما يعرف وينه شوف اقول لك شوف والله يا رب يثبت في مكانه والله يا رجال يا دول يسبب لنا مشكله انت مردين ما ترد عليهم ولا انت والله خصم زي اللهب خل ترد عليهم والله انا صدقت رجال انا صاك ليش في احد يعني انا اكلت خصم يلا يلا بسرعه يا عبد الله عبد الله يضرب دقيقه موجود يا عبد الله بسرعه تعال هنا في النص تعال في النص تعال بسرعة تعال بسرعة ترى عقب دقيقة خلنا نشرب الصلاة ترى الحين فهد الشهراني طلبني إيه؟ وابو سعد طلبته غالية علي كفو وانا خلصت رسمته اليوم هذه الرسمه لابو سعد يستاهل فهد الشهراني ابوك تكفى امانه توصلها له والله اني لو اوصلها له لو تبي اوصلها اليوم اطلع على حسابي طيب تبشر بس ابو شايع تعال عذرتني لين يجينا ان شاء الله جيت ثانيه فحت كان بيجي ما تدري احنا ما لكن يمكن نرسلها ان شاء الله نرسلها له ولا نشوف له طيب الله وجهك هذا فهد الشهراني يستاهل ابو سعد طيب الله وجهك ابو شايع تعال وش هذه فلاح المسردي بعد طلبني وطلبته غالي